وبمناسبة عودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني إلى أرض الوطن سالما معافى، كتب الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر حسابه الرسمي على تويتر: سررت بتجدد اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعودته معافا إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية. نتطلع لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة وتجسيد الالتزامات 54 التي تعهد بها الرئيس أمام الشعب الجزائري، ونحن مجندون لذلك ومن أجل ذلك.